ميديكال إيه؟ فكرة برنامجنا احنا نبدأ من حيث هذه النقطة. هاي. البرنامج بتاعنا هو برنامج عربي اسمه سهرة المشاهير. الفكرة كلها ان احنا النهاردة احياء نوع جديد من الوحدة العربية من خلال الثقافة والفن. نحن نحيا نسعى الى احياء نوع جديد من الثقافة والفن ما بين ابناء الوطن العربي من النيل للفرات ومن الخليج المحيط. البرنامج ده عبارة عن ايه؟ النهاردة ما يجيلي في اكتر من في كل حلقة اكتر من ضيف من دولة عربية مختلفة من تونس من الجزائر من المغرب من لبنان من كل بلد عربي النهاردة يكون موجود النهاردة في حلقة واحدة. ده بيأكد على اشياء كثيرة جدا على الروح والمحبة والتلاحم العربي لما يكون ضيف موجود من تونس في كل حلقة وضيف مصري ضيف لبناني ضيف جزائري ضيف سوري. احنا جبنا من اكثر من دولة عربية. هي دي الروح اللي بتنشأ. بيحصل تعاون مشترك ما بينهم من بعض. في اكتر من حلقة عندي حصل فعلا في شاعر كان موجود وكان في ضيف موجود تاني. ناخد فور اكزامبل الشاعر حبيب محنوش تونس طبعا. الحلقة اللي فاتت كان موجود نجمة المغربية حصل اتفقنا معاه ان هو قال لي الراجل ده على مدى حياته كلها شخصية رائعة جدا 1332 اغنية في تاريخه. يعني منهم 316 اغنية وطنية.